المباراة النهائية التي سوف تجمع، وهي تكون سوف تكون تاريخية، وسوف نشاهدها جميعا على بين سبورتس على جميع القنوات بتعليق مميز، بتحليل مميز. الأرجنتين وألمانيا، وهذه المباراة سوف تكون على ملعب ماراكانا العالمي الذي يعني يمتلك من الجماهير لربما 70,000 متفرج. بما أن هذه المباراة سوف نشاهدها، دعونا نذهب نشاهد هذا التقرير عن الفريقين. في نهائي كأس العالم بين ألمانيا والأرجنتين ستشهد المباراة صراعا تكتيكيا بين المنتخبين، صراع على مفاتيح لعب المباراة والمنافسة بين اللاعبين. أكثر الأماكن التي ستكون مصدر قلق لدفاع ألمانيا هي مراقبة ميسي. هوفيتس الظهير الأيسر لألمانيا سيتولى تلك المهمة في المباراة، كما أنه سيكون عقبة أمام الهجمات المرتدة الأرجنتينية. توني كروس لاعب خط وسط بايرن ميونخ قدم أداء جيدا مع المنتخب الألماني، وأثمر هذا الأداء بهدفين في شباك البرازيل في الدور قبل النهائي. كروس لاعب حيوي ومصدر من مصادر التهديف لألمانيا، لكن تفوق كروس في النهائي سيصطدم بلاعب خط الوسط المدافع خافيير ماسكيرانو الذي أظهر صلابة في الدفاع بالإضافة إلى قدرته على قيادة هجمة مرتدة سريعة للمنتخب الأرجنتيني. بخمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في ست مباريات، أصبح مولر مهاجم بايرن ميونخ هداف المنتخب الألماني ومن أفضل لاعبيه. مولر يحتاج إلى هدفين لينفرد بصدارة هداف البطولة. تحقيق لقب الهداف سيكون جيدا لتحقيق لقب البطولة، لذلك في حال تسجيل الأهداف سيكون ذلك جيدا، على الرغم من تحقيق لقب البطولة بالنسبة لي أهم من لقب الهداف. اللاعب الذي سيتولى مهمة وقف خطورة مولر هو مدافع سبورتنج لشبونة ماركوس روفو، الذي أجاد اللعب ناحية اليسار، وعلى عكس هوفيتس فإن روفو يمكن أن يتقدم للأمام للمساعدة في هجمة من الجناح الأيسر. إذا مرحبا بكم من جديد. إذا هذه التقرير، وطبعا المباراة النهائية التي سوف تجمع ألمانيا والأرجنتين. كابتن، خاصة تحدثنا عن منتخب ألمانيا لوف، وتحدثنا عن قوة المنتخب الألماني تكتيكيا في الخطوط الثلاث. تحدثنا عن المنتخب الألماني الآن من الفيفا مرشح 4 لاعبين لنيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة. تحدثنا عن توماس مولر وتوني كروس وماتس هوملس وفيليب لام. كيف تشاهد التشكيلة التي سوف يلعب بها لوف والطريقة التي يلعب بها؟ هل سوف تكون تكتيكيا مغايرة؟ أعتقد لوف كان ذكيا جدا منذ بداية الدورة كأس العالم في جوان سايجر وخضيرة، كانوا هناك دائما واحتفظ بهم حتى يلعب بهم في المباراة التالية، وبعد ذلك جاء بي ديفيد لام، وكان قويا جدا مع واتينغ وهوملز، وأظهروا صلابة وقوة. وفي الوسط كما ذكرتم هذه قوة المنتخب الألماني، سامي خديرة وشفان شتايجر ومولر وأوزيل، وفي مباريات يلعبون في المقدمة ويغيرهم لوب. إذن كلوزا هو الخطر الحقيقي، وكذلك في تقديري فإن ربما يلعب بجوتسي ويترك كلوزا على دكة البدلاء وبعد حتى يقوى خط الوسط. أعتقد أنه وقد أذهلني هذا المدرب في هذه البطولة، وأعتقد بأنه ذكي جدا في التكتيك، وفي كل مباراة يأتي بالخيارات المناسبة. المعركة الآن ستكون في وسط الملعب، ألمانيا قوية جدا في وسط الملعب. فعلا معركة قوية تكتيكيا بالخطوط الثلاث، هنا من يكون يوفق، خاصة تحدثنا عن الفريقين. لكن في المقابل المنتخب الأرجنتيني، تحدثنا عن إليخاندرو سابيلا والطريقة التي سوف يلعب أمام ألمانيا. وكابتن كذلك، بما أن 4 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية من ألمانيا، هناك 3 لاعبين المنتخب الأرجنتيني كذلك، نيول ميسي وتحدث خافير ماسكيرانو وأنخيل دي ماريا. يعني أنا أعتقد أن المنتخب اللي هيفوز بالبطولة هيبقى فرصته أكبر في أن كل لاعب من عنده هو واخد جائزة أحسن لاعب في البطولة. لكن شفنا إليخاندرو سابيلا في المباراة الأخيرة كالعادة لعب الحارس روميرو، استعاد روحه بعد ما أوقف في المباراة اللي قبليها، ولعب جراي وتيميكلس، وتيميكلس الحقيقة كان عند حسن الظن بيه. زاباليتا الحقيقة موفق طوال الدورة. ماسكيرانو اللي له دور كبير جدا في خط الوسط، استغنى عن فرناندو جاجو ولعب اللاعب بيريز في غياب أنخيل دي ماريا، أشرك زي ما احنا عارفين في الهجوم
جونزالو هيجواين الحقيقه مع ليونيل ميسي. المنتخب الارجنتيني بيتمتع بصلابه دفاعيه لم اشهدها من قبل الحقيقه، مستوى الدفاع متقدم في وجود حارس مميز زي سيرخي روميرو، ولكن المنافس من هو الالمان، والالمان الحقيقه عملوا مباريات هايله في هذه البطوله. كنت اعتقد ان المان هيعانوا امام البرازيل، لان المانيا عانت امام فريقين من افريقيا هي الجزائر وغانا، لان هم واخدين على المناخ الصعب والرطوبه. كنت اعتقد ان هم هيعانوا امام البرازيل، لكن وفقوا الى حد كبير جدا، لانهم عملوا حاجه جديده في عالم كره القدم، هم حيدوا الجماهير، جمهور عامل مهم جدا، خلوا الجمهور يشاهد المباراه فقط، ولم يحققوا التواصل بين انفعالات الجماهير وحماس اللاعبين داخل ارضيه الملعب، عشان كده قدروا يتجاوزوا البرازيل بسهوله شديده جدا في خلال 45 دقيقه. كانت النتيجه 5-0، وده صعب اي حد يعمله غير منتخب المانيا، خاصه في دور المجموعات بدايه مع المنتخب البرتغالي استطاع ان يفوز بأربعة اهداف دون مقابل، وبالتالي طريق المانيا الى الوصول لمباراه النهائي كيف يكون، خاصه هذه الماكينه الالمانيه، فريق المانشفت الذي رشح من كثير من محبي ان يصل الى المباراه النهائيه، عنده هدوء تام باصل المباراه النهائيه، المنتخب الالماني كيف وصل الى المباراه النهائيه؟ جديد مشاهدينا الكرام، بما اننا نتحدث عن المباراة طبعا البرازيل ومنتخب هولندا اليوم، اذا الكوبو كابانا بريو دي جانيرو، هناك هنا الريو زميلتنا اريج واستوديو هناك، ما الجديد لديكم خاصة الان المنتخب البرازيلي سوف يلعب على الثالث والرابع، لكن الجماهير تتمنى ان يلعب على المركز الاول؟ بالفعل هو كانت امنية الجماهير البرازيلية، لكن هذا ما حدث، هذه هي كرة.